فعلان لدوريات السيد رئيس النيابة العامة وتوجيهات السيد وكيل العام، خصصنا هذا المرفق لتلقي شكايات وتظلمات نساء مضطهدات من أجل تقديم شكايتهم وضمان البث فيها في أحسن السبل. إلا أنه مع إجراءات الحجر الصحي تم تخصيص مجموعة من الوسائل من بينها البريد الإلكتروني ومجموعة من الهواتف المخصصة لهذه الغاية من أجل تلقي الشكايات والتظلمات للبت فيها والحفاظ على الأمن وسلامة هذه النساء والمرتفقين عموما، بحيث يتم تلقي هذه الشكايات عبر الوسائط التي أشرنا إليها، وبعد ذلك يقوم السادة نواب الملك نواب الوكيل العام للملك بدراستها والبت فيها داخل أجل معقولة. وللإشارة فقد سجلنا حوالي 22 شكاية عن طريق الوسائط المعلوماتية وعن طريق الهاتف، وتم البت فيها وإشعار أصحابها بالمآلات المتخذة بشأنها.